أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وغير بعيد أيضا عن إيران التي رفع عنها الحظر عموميا لتوريد أو تصدير السلاح وفق الاتفاق النووي في العام 2015 والذي حدد الأحد بالأمس كآخر موعد لهذه العقوبات. تأثير رفع العقوبات هذا ما سلطت عليه الضوء موقع أو سلط عليه الضوء موقع سكاي نيوز عربية. المزيد من التفاصيل مع الزميلة صفاء. إليك صفاء. نعم عبد الله. نشر موقع سكاي نيوز عربية تقريرا تساءل فيه ماذا يعني رفع حظر السلاح عن إيران، وقال الموقع انتهى يوم الأحد حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران عام 2007 وسط تصاعد التوتر على خلفية برنامجها النووي حينها. ووضع الاتفاق النووي وضع أكتوبر 2020 موعدا أخيرا لنهاية الحظر. ويقول موقع راديو فرادا المتخصص في الشأن الإيراني إنه من الناحية النظرية فسيكون بوسع طهران شراء الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة وأنظمة صاروخية. وبحسب نقل سكاي نيوز عن الموقع يضيف فإن شراء الأسلحة لن يحدث فورا إذ إن هناك العديد من القيود التي تمنع إيران من التحرك مثل العقوبات الأمريكية الصارمة التي جعلت البلاد تعاني من نقص حاد في السيولة. ورسميا قالت إيران يوم الأحد إنها تعتمد على نفسها في الدفاع ولا ترى ضرورة للتهافت على شراء السلاح مع انتهاء حظر الأمم المتحدة، لكن محللين اعتبروا أن طهران ربما تذهب في وقت لاحق نحو تحديث جزئي لا كلي للجيش مثل شراء منظومة S-400 من روسيا. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن خطر إيران سيصل إلى أوروبا في حال تم رفع حظر السلاح، ذلك أنه سيكون بوسعها حيازة مقاتلات حربية متطورة وصواريخ بعيدة المدى. وأكد مراراً أن طهران كانت تخرق حظر السلاح حتى قبل انتهائه، إذ كانت ترسل بانتظام عتاداً عسكرياً إلى ميليشيا في المنطقة لا سيما الحوثيين في اليمن. واستشهد بومبيو بتقرير للأمم المتحدة أثبت أن إيران زودت الحوثيين بأسلحة من قبيل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. عودة إليك عبد الله. شكرا صفاء. والسؤال ربما الأبرز، ما الذي يعني رفع الحظر لتوريد أو تصدير السلاح عن إيران؟ نعم يعني حقيقة هو هذا إيران كانت تنتظر هذا القرار، ولهذا هي لم تنسحب من الاتفاق الدولي يعني في عام النووي. نعم النووي الدولي النووي في عام 2015 كان من ضمن الاتفاق أنه في عام 2020 أكتوبر 18 أكتوبر يسمح لإيران ببيع وشراء الأسلحة، وفي عام 2023 يسمح لإيران ببيع وشراء الصواريخ. لكن القضية أين؟ القضية أنه إيران حينما يعني جاء الوقت لرفع هذا القرار هي إيران في ضائقة مالية، وبالتالي حينما نجد يعني نرى إيران اليوم، إيران لديها طائرات محلية الصنع هي كوثر وصاعقة وأخرى قاهر 313. هذه الطائرات غير قادرة على المواجهة الجوية أو المناورة الجوية، وعليه إيران اليوم على الرغم من قول القيادة الإيرانية إنها ليست بحاجة إلى سلاح. لا أعتقد هناك تناقض في هذا الموقع. تمام. الخارجية قالت ليست في حاجة إلى شراء السلاح، لكن وزير الدفاع الإيراني اليوم أيضا قال الجزيرة أنها فرصة لتحديث سلاح الجيش الإيراني وأيضا تطوير منظومة الصواريخ وأيضا الطائرات. يعني إيران لديها كما تعلم يعني هي لا يمكن أن تشتري من أمريكا، لديها روسيا والصين، روسيا والصين. وزير الدفاع قال لدينا تفاهمات مع روسيا والصين. يعني هي اليوم تطلب من الروسيين والصينيين أن يعملوا مناقصة على الأسعار من أجل أن تشتري ربما بالآجل أو ربما مقابل النفط الإيراني. إيران بحاجة إلى سيخوي ودبابات T-90 وأيضا
صواريخ سيزلر الروسية وأيضا مقاتلة جي 10 الصينية. وبالتالي إيران بحاجة إلى هذه الأسلحة. لماذا؟ لأن إيران يعني حتى يعني في حال فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي ستكون أكثر حاجة إلى تحديث القوة الإيرانية، ذلك لأنها اليوم هي ربما في أضعف حالاتها. رأينا أن الرد الإيراني على سبيل المثال على ما جرى في العراق، يعني رأينا أن الصواريخ لم تكن بتلك الفاعلية على القواعد الأمريكية من ناحية الدقة ومن ناحية التأثير. وبهذا أنا أرى أن إيران اليوم هي أكثر حاجة إلى هذه التحديثات للقوة، بالذات القوة الجوية الإيرانية. لكن هل تمتلك إيران هذه القدرة؟ حقيقة لا تمتلك القدرة الشرائية المال. نعم القدرة الشرائية لا تمتلكها إيران اليوم بسبب العقوبات الأمريكية. ومعلوم جنابك أنه اليوم التومان الإيراني وصل إلى مراحل يعني مخيفة، حتى صار نوع من النكات يعني تطرق على التومان الإيراني، كل ذلك بسبب العقوبات الأمريكية. نعم سأعود إليك دكتور، وأيضا أرحب بالأستاذ أمل عالم الباحثة اليمنية في الشأن الإيراني. أستاذ أمل، ما الذي يعني رفع الحظر، وهل يؤثر أيضا على وصول السلاح الإيراني إلى الحوثيين، خاصة أن السلاح الإيراني إلى الحوثيين لم يتوقف بطبيعة الحال حتى مع وجود الحظر؟ صحيح، يعني بالنسبة للنفوذ الإيراني الإقليمي سواء في اليمن أو المناطق العربية الأخرى ربما لا يحدث هذاك الفارق الكبير على المدى القريب، لأنه كما رأينا بالفعل نفذ الحوثيون ضربات استطاعت استهداف أهداف بعيدة المدى في عمق دول إقليمية، وإيران كانت مفروض عليها حظر التسلح، فهم ليسوا بحاجة إلى أسلحة أكثر تطوراً لتنفيذ أي ضربات أو استهداف أي أهداف، أو كونهم يشكلون تهديد إقليمي، لكن قد يحدث فرقاً فعلاً في المدى البعيد إذا فعلاً تمكنت. طبعاً الفارق الكبير الذي قد يحدثه هو قدوم رئيس أمريكي جديد، إدارة أمريكية جديدة من شأنها فعلا أن تفتح باب تقارب وتغيير السياسة الأمريكية تجاه إيران في الوقت الحالي. هذا التقارب من شأنه فعلا أن يثمر في حصول إيران على أسلحة جديدة، إمكانية أيضا بيع أسلحتها هي. لكن في الوقت الحالي في فرض العقوبات على البنوك الإيرانية، إيران لا تملك السيولة الكافية لشراء الأسلحة، وبنفس الوقت لا تستطيع أن تحصل على مبالغ عن قيمة أسلحتها التي ستبيعها للدول الأخرى. لكن في حال فعلا انفتحت إيران على الغرب، أتت إدارة أمريكية جديدة، تقارب أمريكي إيراني، من شأن ذلك فعلا أن يحدث فارق كبير في قدرة إيران على الشراء، استرداد مبالغها المجمدة أو الحصول على مبالغ من بيع أسلحة، وأيضا إيجاد سوق لبيع أسلحتها هي. وقتها فعلا قد تكون البلدان العربية هي السوق الإيرانية القادمة للسلاح الإيراني، سوريا، العراق. الميليشيات التابعة لإيران ربما قد تكون سوقا مناسبا للسلاح الإيراني التقليدي لنقول، والصغير والخفيف والمتوسط. هناك أيضا معلومات بأن إيران قد تبيع سلاحها إلى الميليشيا أو الحكومة أيضا العراقية وتفرض عليها فلوس أن تدفع لها، وكذلك أيضا إذا صار الحوثيون حكومة في البلاد ربما قد يدفعون أيضا من 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 عوائد البلاد. تجد أن هذا ممكن على المدى القريب أو أيضا المتوسط أو حتى أيضا البعيد؟ ممكن في العراق، نعم ممكن في العراق. هذا أيضا الآن تمارسه إيران في تصدير البضائع العادية ليس فقط الأسلحة. نعم الكهرباء والغاز وما إلى ذلك. في اليمن صحيح. غير ممكن في اليمن غير ممكن، ربما تستفيد من موضوع أنه بإمكان إيران شراء تقنيات تكنولوجية في تحديث وتطوير الأسلحة من شأنها نعم، لكن على المدى البعيد
قدرة إيران إذا فعلا حصل تقارب بين الغرب وإيران، بين الولايات المتحدة وإيران، سينعكس ذلك على سباق تسلح في المنطقة. وقتها سينعكس أيضا هذا سباق التسلح على حروب بالوكالة في الدول الإقليمية. نعم، قد يؤدي إلى سباق تسلح آخر، وربما هذا أيضا مفيد للأمريكان. أستاذ أمل عالم الباحثة بالشأن الإيراني، شكرا لك. تتفق معها بأن الأمر غير مفيد الآن على المدى القريب، باعتبار أن إيران تعاني من العقوبات الأمريكية. في حال انفتحت على الأمريكان ربما قد تكون قادرة على الشراء وأيضا قادرة على البيع. يعني إيران في كل الأحوال لا يمكن أن تتنفس بأريحية إلا إذا دخلت عبر بوابة التفاوض العلني مع الكيان الصهيوني. هذه القضية ربما يعني لا يمكن، يعني حتى لو ذهب ترامب، يعني لا تتصور أن السياسة الأمريكية هي يرسمها ترامب. هذه هنالك مؤسسات في أمريكا هي التي، لكن بايدن هو يعلن أنه سيعود للاتفاق النووي وسيحسن العلاقة مع إيران. نعم، يعني ضمن البرنامج الانتخابي له. نعم، لا يحسنها لوجه الله، يعني حتى أنه يقال هذا سيطلب مقابل. نعم، سيطلب مقابل، والمقابل هو إنهاء محور المقاومة، ما يسمى المقاومة. وأنا حقيقة هذا المحور كما تعلم جنابك نحن نشكك به، لأنه منذ الحرب العراقية الإيرانية وفضيحة إيران جيت وغيرها، تعلم أنه كان هنالك إمدادات إسرائيلية لإيران مع في الحرب ضد العراق. وعليه أعتقد أنه ربما سيختلف شيء واحد، هو أن ما يمكن أن نقول العلاقات الناعمة أو الخفية مع الكيان الصهيوني ستكون على الملأ، ومن هنا يمكن أن تفتح الأبواب ثانية إلى إيران وتعود شرط الخليج المعمم. أما خلاف ذلك فلا يختلف الأمر لا مع بايدن ولا مع غير بايدن. القضية قضية يعني يمكن أن نقول جوهرية في محاولة تقليم أظافر إيران في المنطقة. نعم. سؤال أخير، كيف يؤثر رفع الحظر عن استيراد وتصدير السلاح الإيراني على الصراع الإيراني مع المنطقة لنقول؟ يعني لا شك أنه هذا الباب له تأثير أم لا، ماذا؟ يعني حينما يعني نقول أن الأسلحة الإيرانية ليست متطورة بدرجة كبيرة حتى يقال أنه هنالك سيبدأ التكالب الإقليمي على إيران من أجل عقد صفقات لشراء هذه الأسلحة. تعلم أن الأسلحة الإيرانية أثبتت بالتجربة أنها فعالية متخلفة وردية. نعم، وهي تعاني من هذا الأمر، وهي بحاجة إلى روسيا وبحاجة إلى الصين وبحاجة إلى دول أخرى من أجل تطوير المنظومة الإيرانية. فكيف يمكن أن نتصور أننا يعني مثلا في العراق أو غيرها، نحن نتحدث في الحالة الطبيعية المثالية. أما ربما يعني تخيل معي، ربما غدا الحكومة العراقية تذهب إلى إيران وتشتري خردة. نعم، خردة مقابل كذا مليار دولار تمول الخزانة الإيرانية. نعم، وبالتالي القضية نحن نتحدث عن الحالة الطبيعية، لا نتحدث عن الحالة غير الطبيعية. وأعتقد أن من يريد أن يطور منظومة أسلحة في العراق وبقية الدول لا يذهب إلى إيران، يذهب إلى أمريكا، يذهب إلى روسيا يذهب إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي. وعليه لا أعتقد أن هذا القرار هو قرار منعش للاقتصاد الإيراني ولا للتجارة الأسلحة الإيرانية. هو مجرد حقنة جديدة لإيران ضمن لعبة التحالف الدولي. نعم، هناك من يشد وهناك من يرخي. نعم، في قضية الاتفاق النووي. وبالتالي يبقى المواطن الإيراني المغلوب على أمره هو الضحية لهذه السياسات. يفترض بإيران أن تعي أنها دولة مهمة. يعني نحن لا يمكن أستاذ عبد الله أن ننكر يعني إيران الوجود الإيراني. نعم، نعم. وبالتالي يفترض بإيران أن تستغل هذا الجغرافيا، هذه إمكانيات في فتح آفاق طيبة مع الدول العربية، بعيدا عن التدخل، بعيدا عن جرائم يعني مختلفة في الشؤون العراقية والسورية. نعم، واللبنانية. ومن هنا يمكن أن ينتعش الاقتصاد الإيراني. أما استمرار
ما يسمى تصدير الثورة الإيرانية واستمرار هذه السياسة التي لم تتراجع عنها إيران حتى اليوم، أعتقد أن هذه إشكالية كبرى، وبالتالي ستبقى إيران في حالة مد وجزر في وضعها الاقتصادي إلى أن تتبرأ من هذه الفكرة غير الناضجة على الأقل لدى الكثير من شعوب المنطقة، لأننا نتحدث عن خلاف عقائدي في هذه النقطة، وبالتالي يفترض بالقيادة الإيرانية من أجل على الأقل الشعب الإيراني إعادة التفكير في هذه المسائل. نعم دكتور قاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي العراقي، شكرا على وجودك معنا هذا المساء للتعليق على أمرين: إيصال السفير الإيراني لدى الحوثيين إلى صنعاء، وأيضا رفع حظر السلاح عن إيران. أشكرك مرة أخرى، وأشكر أيضا أعزائي المشاهدين فارس الحميري الصحفي اليمني الذي كان معنا أيضا في المحور الأول، وأيضا أمل عالم الباحثة اليمنية في الشأن الإيراني التي كانت معنا أيضا في المحور الثاني. أشكركم بطبيعة الحال، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من اليمن والعالم وأهم المواضيع ذات الصلة بالشأن اليمني سواء كانت إقليمية أو دولية. في أمان الله.